بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني بجمهورية الصومال. ومن أبرز العناوين: وزير الإعلام والمالية يتفقدان مقر المسرح الوطني بمقديشو، وزير التخطيط يستقبل مدير برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، وزير الصحة تؤكد ظهورا أعراض من كورونا. وفي أخبار العالم: ظرف نزاع في غرباك تبادلا جثث 200 قتيل حتى الآن. أما الآن فأهلا بكم إلى التفاصيل، ومعكم عبد القادر محمد. تفقد وزير الإعلام والمالية في الحكومة الفيدرالية اليوم الثلاثاء مقر المسرح الوطني بالعاصمة مقديشو، وكان في استقبال معالي عثمان أبو كردبي وزير الإعلام والثقافة والسياحة، ومعالي عبد الرحمن الدعالي بيلي وزير المالية مسؤول المسرح، حيث قام بجولة لدى المكاتب والأقسام المختلفة للاطلاع على سير المهام. وفي كلمة له قال معالي وزير الإعلام أن فرقة وبرئة الغنائية قامت في الآونة الأخيرة بتغييرات فيما يتعلق بالإبداع الفني، حيث قدت عروضات قيمة. من جانبه أكد وزير المالية معالي عبد الرحمن دعالة بيلي إن أدبنا الرفيع يمكن أن يفعل الكثير من الإجازات الأدبية من أجل رفع الوعي العام للمجتمع. وحضر جولة الزيارة للمسرح مدير عام وزارة الإعلام السيد عبد الناصر حسين. استقبل وزير التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية معالي جمال محمد حسن في مكتبه بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء مدير مكتب برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد أندرس تومسون. وتحدث المسؤولان خلال الاجتماع عن التعاون الثنائي حول المشاريع التي نفذها برنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان في البلاد. وقال معالي وزير إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم خدمات حقيقية للشعب بناء على خطة التنمية الوطنية الصومالية التي تحدد الاحتياجات الحقيقية للبلاد. أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفيدرالية اليوم الثلاثاء عن ظهور عدد حالات من مرض كوفيد-19 وفق تقارير الطبية المرافق الصحية العامة والخاصة في البلاد. وهذا التقرير مع الزميل عمر فرح. أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفيدرالية اليوم الثلاثاء عن ظهور عدد من الحالات من مرض كوفيد-19 وفق التقارير الطبية من المرافق الصحية العامة والخاصة في البلاد. وفي مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة السيدة فوزية بكر نور، أوضحت أنه وجد مرضى يعانون من الأعراض التي تشير إلى فيروس كورونا، مؤكدة أنه تم تنشيط نظام الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يعمل مركز الاتصالات العام بشكل جيد حيث يمكن للمواطنين الاتصال في أي وقت للحصول على المشورة والاتصال بالمستشفيات. وشددت السيدة فوزية بكر نور وزيرة الصحة على أنهم يبذلون مزيدا من الجهود لتعزيز الفحص الطبي وتحسين الإبلاغ عن المخاطر. وأضافت من مارس إلى نوفمبر من العام الجاري نشرت البيانات بهذا الشأن أن عدد الإجمالي التي تمت دراسته في الدولة بلغ إلى 53,372 شخصا، وأن المجموع المصاب 4,382، حصيلة الوفيات الإجمالية بسبب المرض 108. أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر أن ظرفي النزاع في قرباك تبادلا حتى الآن جثث 200 قتيلا سقطوا في المعارك الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا. وقال ماورر إن اللجنة الدولية ستواصل بذلا جهودها في هذا الاتجاه، مؤكدا أن أولويات اللجنة في منطقة قرباك هي مساعدة السكان النازحين وانتشال جثث القتلى، فضلا عن زيارة الأسرة من أجل التحضير للفوضات والتبادلات المحتملة. وأضاف أنه فيما يتعلق بانتشال جثث القتلى، يسعدني أن أبلغكم أنه مع وجود قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأ ظرفان في انتشال الجثث وتبادلها. ومن المقرر أن يلتقي ماورر اليوم الثلاثاء في موسكو بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتبادل وجهات النظر وتقييم الأوضاع في منطقة قرباك.
إلى هنا تنتهي النشرة، وكان معكم في الهواء عبد القادر محمد، أترككم في أمان الله حتى نلتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.